برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نستعرض معاكم يعني أخبار المرور، وكمان هنستعرض أخبار أسعار الذهب وأيضا العملات. بس هنبدأ مع حضراتكم بجولة مرورية سريعة، هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات معاكم. خلاص الناس ابتدت تنزل أشغالها، فخلينا نشوف كده إيه أخبار الطرق. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة، هنشوف طريق الكورنيش أمام ميدان عبد المنعم رياض. هنلاقي انه اللي جاي من المؤسسه ومنطقه المظلات بطول كورنيش النيل وحتى ميدان عبد المنعم رياض زي ما قلت لحضراتكم، وسط تواجد رجال المرور لمتابعه الحركه المروريه. اما طريق الكورنيش القادم من حلوان فبيشهد كثافات بسيطه عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير. في كمان بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا للعباسيه، كمان بمحور النصر حتى المنصه وبشارع عباس العقاد والطيران. أما كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس فبيشهد سيولة مرورية الحمد لله، واللي مكمل كمان أعلى الكوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرورية. أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة في كمان سيولة مرورية. خلينا كمان دلوقتي نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، ونبدأ من شارع الهرم المغلق في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق مدكور، وده بسبب ظهور كثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية. كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية. في كمان كثافات متحركة الحقيقة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات مرورية متحركة. ويفضل التوجه لمحور عرابي اللي بيشهد كثافات أقل شوية. بتظهر كمان كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة. أما بقى شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم ففي سيولة مرورية إلى حد كبير. خلينا نروح دلوقتي معاكم لمحافظة القليوبية. الطريق الزراعي اللي جاي للقاهرة بيشهد سيولة مرورية، لكن في بعض الكثافات قبل مطلع الدائري، كمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة. لكن الزراعي المتجه لبنها وقوسنا وطنطا في حالة من الانتظام المروري والسيولة. أما المتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري ففي كثافات أمام القادم من اتجاه السلام لموقف وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي، وبننصح بطريق شبرا بنها الحر. أما القادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر فمن الأفضل استخدام محور الفريق العصار. خلينا نروح مع حضراتكم ونكمل جولتنا المرورية ونروح للإسكندرية. زي ما احنا شايفين هنلاقي في كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، كمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففي سيولة مرورية نسبية. هنروح للطريق المؤدي للجامعة فبيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. أما طريق اسكندرية مرسى مطروح الناس لازم تاخد بالها إن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية بسبب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154 واللي هتستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم، فناخد بال. دلوقتي بقى خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتابع أسعار صرف العملات الرسمية. خلينا نبدأ بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي سعره للبيع 18 جنيه 26 قرش، أما للشراء ف 18 جنيه 17 قرش. اليورو للبيع 20 جنيه 16 قرش، شراء 20 جنيه و5 قروش. أما الجنيه الاسترليني فالبيع 24 جنيه وقرش واحد وشراء 23 جنيه 88 قرش. خلينا نشوف الفرنك السويسري، البيع 19 جنيه 63 قرش والشراء 19 جنيه 52 قرش. الريال السعودي بيع 4 جنيه 86 قرش، شراء 4 جنيه 84 قرش. ين ياباني 100 بيع 15 جنيه 32 قرش والشراء 15 جنيه 24 قرش. لسه متابعين مع حضراتكم أسعار صرف العملات. الدينار الكويتي بيع 60 جنيه 19 قرش، أما الشراء 59 جنيه 71 قرش. الدرهم الإماراتي بيع 4 جنيه 97 قرش، شراء 4 جنيه 94 قرش. أما اليوان الصيني فبيع 2 جنيه 87 قرش والشراء 2 جنيه
85 قرش. طيب دي كانت أسعار صرف العملات النهاردة. خلينا نروح مع حضراتكم لأسعار الذهب. بالنسبة لأسعار الذهب عندنا عيار 18 سعر السوق 855 جنيه، عيار 21 1000 جنيه، عيار 24 1143 جنيه. أما الجنيه الذهب فسعره دلوقتي سعر السوق 8000 جنيه. مشاهدينا خلينا كمان نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة أخبار الطقس سريعا جدا، لسه هنتكلم فيه بالتفصيل بعد شوية، لكن سريعا النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في كمان نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، ده غير أن النهاردة كمان في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ممكن تمتد للقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، لكن درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 16، وأعلى درجة حرارة في مصر هتكون في أسوان 26 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في سانت كاترين 14 درجة، وزي ما قلت لحضراتكم هنتابع معاكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.